السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بموقع اش واقع. فعلا خصنا نعرفوا نيت اشنو واقع، ومادام انكم تكبدتوا على تنقل المنطقة ديالنا ولا التيمة هوارة، انا كنشوف انكم كمواقع وكجرائد بديلة، لان المنطقة ديالنا فيها واحد الضعف ديال الإعلام وديال الصحافة للأسف، التي لا تعالج مثل هذه الأمور التي تهم مستقبل المدينة ديالنا أمنيا وإداريا، وكتهم كذلك الأمن والاستقرار ديال الساكنة ديال مدينة ولاة التيمة اللي تستحق الأفضل. إذا بغينا الرسالة ديالنا توصل عبر المواقع ديالكم. أنا ما كنتش كنتواصل مع المواقع أو الجرائد لانني فقدت الثقه انطلاقا من المواقع اللي كاينين عندنا في ولاد التيمه. ما عرفتش انا علاش هاد الناس كسلطه رابعه ما يديروش الخدمه ديالهم وما يديروش المهام الموكوله لهم. اذا ما وقع مؤخرا بمدينه ولاد التيمه، فهاد جريمه القتل التي اهتز لها الراي العام، والحمد لله استبشرنا خير انه تم القاء القبض على الجاني، وعزائنا واحد لاسره الضحيه الله يوليه برحمة الله، واحد من أبناء المدينة، ونأسف لما وقع حقيقة. لكن الأبعاد ديال هذه الجرائم كما وضحت في عدة منابر، وهو الفراغ، والفراغ هو السم القاتل لكي يؤدي للإدمان وكي يؤدي للجرائم. إذا فين كتبقى المشكل؟ كتبقى المشكل عندنا في الأمن، توفير الأمن الكافي للمنطقة ديال ولاد التيمة، لأنه لا يعقل باش تكون مدينة ولاد التيمة واحد المدينة مترامية الأطراف، أحياء شعبية يصعب تغطيتها أمنيا بعد المفوضية ديال الشرطة التي من سنة 2004 تكري منزلا من ثلاث طوابق. العناصر ما كافينش، السيارات ما كافينش. كنعرفوا بأن كاين ضغط على رجال الأمن، كاين ضغط في قلة العناصر واللوجستيك وما إلى ذلك في المتطلبات اللي غادي تعطيهم واحد القوة باش يغطوا المدينة أمنيا، ولكن هذه مهمة ديالنا في مدينة ولاد التيمة كصحافة، كفعاليات جمعوية، كحقوقيين وكبرلمانيين، كمجلس بلدي من الدرجة الأولى، هما اللي خصهم يعالجوا هذا المشكل هذا، ماشي حنا غنتسناو رجال الأمن يخرجوا هما يتكلموا على هذا المشكل. المواطنين والنخب السياسية ديالهم هي اللي خصها تتكلم وتوصل الرسالة ديالها لإحداث مفوضية في المستوى تليق لا بالموظفين اللي فيها وغيشتغلوا فيها، وتليق كذلك بالمواطن الهواري اللي غيقضي المصالح ديالو وعنده علاقة وطيدة مع الامن، لان مدينه بلا امن راكم عارفين شنو كاين. حنا ما بغيناش التسيف في بلادنا، الحمد لله كاين اجتهاد في المؤسسه الامنيه في الاداره ديال الحموشي، ما كنكروش بانه كاين اجتهاد، ولكن هذا الاجتهاد ما وصلناش حنا في ولاد التيمه، خصو يوصلنا. ومن الاولويات خص البرلمانيين ديالنا ساكنه ولاد التيمه، رسالتي لكم هذوك الناس اللي صوتنا عليهم خصهم يتواصلوا معكم باش ينقلوا الرسالة ديالكم للعاصمة الرباط لأجل إحداث عمالة، لأن هذا الحلم طال أمده ولعبت به النخب السياسية في الحملات الانتخابية ديالها عمالة، وعلاش لا؟ واليوم من هذا ما كاينش عمالة، ما كاينش إدارات في المستوى، ما كاين مفوضية في المستوى، ما كاينش مستشفى في المستوى. أنا بغيت رسالتي توصل. بالنسبة للمستشفى ديال ولاد التيمة فهو مجرد محطة تحويلية يتم تحويلك الى المستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت، او لا تحويلك المستشفى الحسن الثاني في اكادير. والساكنه ديال ولاد التيمه ناس ضعاف، الناس ديال هواره ما فحالهمش. المدينه كانت منطقه فلاحيه، الفلاحه ماتت، الاقتصاد مات، حنا معتمدين على الفلاحه، الاسواق، هذا الشيء كلشي ما بقاش، البطاله كل يوم كتزاد. لهذا المستشفى ديال ولاد التيمه خاصو يكون في المستوى، وهذه مهمة ديال البرلمانيين، كذلك إحداث عمالة، محطة في المستوى، حي صناعي في المستوى اللي يستقطب اليد العاملة. إذا ملي تسمعوا بأن الإجرام كيتحرك في ولاد التيمة أو منطقة هوارة، فحتى المركز ديال الدرك الملكي للأسف كتلقى مثلا 14 عنصر وتابعين لها سبعة الجماعات. كيفاش هذا المركز ديال الدرك الملكي غادي يغطي سبعه الجماعات وكل جماعه فيها 20 دوار حتى الاكثر؟ يعني يصعب عليهم ذلك. اذا شنو هو الدور ديال هذه النخب السياسيه؟
حنا ما غاديش نديروا الفوضى في البلاد نمشوا نتشكاو في البرلمان او لا. اذا كاين واحد الطريقه دستوريه، كاين انتخابات كنصوتوا على ناس باش يحملوا الاهات ديالنا تحت قبه البرلمان والاوجاع ديالنا والاهتمامات ديالنا. واشنو خاصنا في هذا المنطقه ديال الهواره؟ راه من العيب والعار ان المغرب كيتحرك للامام الحمد لله بفضل السياسه الرشيده ديال صاحب الجلاله، ومدينه ولاد تيمه كانها في جزيره بعيده على التحركات وبعيده على الاهتمامات وبعيده على بانها باش تكون مدينه في المستوى. اذا من الاولويات ديالنا في ولاد تيمه باش نواجهوا هذا استفحال الجريمه، كما قلت لكم بان استفحال الجريمه في ولاد تيمه الاسباب ديالها هي البطاله والفراغ اللي هو سم قاتل كيقتل الشباب ديالنا. الشباب ديالنا خصهم يتحركوا، خصهم يعمروا الوقت ديالهم. اذا احداث عماله، ومن اللي غتجي العماله لولاد تيمه من طبيعه الحال غيكون مفوضه الشرطه في المستوى، يكون حي صناعي، يكون مستشفى في المستوى. انا ما نقدرش نمشي عند الطبيب، الطبيب كيقول لك انا كنخدم 8 د السوايع ديالي، عنده حتى هو ضغط. اذا انا ما غاديش نتكلم مع الطبيب او لا مع البوليسي او لا مع الجدارمي او لا مع اي اداره او مؤسسه، غادي نتكلم مع البرلماني ديالنا، لان التجويد ديال الادارات ديالنا والمؤسسات وباش تكون من حسن الى احسن، فهذه مهمه موكوله للبرلمانيين. ما يتملصوش من المهام ديالهم، لان هذه مهمه فيها تكليف وليس تشريف، ماشي قضاء المصالح وتمشي تسالي شغالاتك وتخلي المنطقه ديال ولاد تيمه. انا كنشوف بان ولاد تيمه مستهدفه من طرف النخب السياسيه ديالهم، لانهم السياسيه ديالها، لانهم ما بغاوش الوعي، ما بغاوش احياء صناعيه، لان هذا لا يخدم الاجنده ديالهم وما كيخدمش المصالح ديالهم، لانهم دائما خصهم يجوا يلقاو نفس الاسطوانه بسياسه جديده وبخطه قديمه كتكرر علينا باش نعطوهم الاصوات ديالنا. رسالتك للحموشي كاداره عامه للامن الوطني باش تقلب المفوضيه وتعزيز المنطقه. احنا حسب التتبع ديالنا للشان الوطني كنشوفوا بان الاداره ديال الامن الوطني في العهد ديال الحموشي تحسنت الخدمات ديالها. يعني كاين الصرامه من طرف الاداره حتى على رجال الامن، كاين الصرامه وكاين الانضباط. انا كنعرف رجل الامن انه انسان نظامي. مثلا عندنا غير في ولاد تيمه كاين هاد البنايه، المواطن يجي ما كيتقبلش ان يجي عنده بوليسي يقول ليه فين غادي، او لا كتلقى واحد جاي للمصلحه وجايب معاه ثلاثه اخرين. اذا هذه اداره نظاميه، نجي للمصلحه ديالي نعطي البطاقه الوطنيه، نحدد المكتب اللي انا غادي ليه باش نقضي المصالح ديالي. وكذلك الاداره ديال الامن ديال الحموشي رسالتي لها باش تهتم بهذا الملف ديال المفوضيه ديال الشرطه ديال ولاد تيمه، ويكون في علمها بانها لا زالت تكتري منزلا من ثلاث طوابق مما يتسبب في التكدس ديال الموظفين ديال رجال الامن من الدرجه الاولى، لا في البطاقه الوطنيه القسم ديال التشخيص، لا جميع الاقسام كاين واحد التكديس. فضروري ان المفوضيه تكون في واحد الارض اللي مبنيه بمواصفات اللي تخلي الموظف يكون مرتاح وكذلك المواطن يكون مرتاح. اذا من سنه 2004 والمفوضيه ديال الشرطه في ولاد تيمه تكتري شقه وقله العناصر، قله العناصر وقله مثلا سيارات النجده، بزاف ديال المسائل. اذا كاين ضغط على رجال الامن، ولكن هذا لا يعفي بانهم يتحملون جزء من المسؤوليه كذلك مع النخب السياسيه ديالنا اللي خاصها توصل رساله. وكنتمنوا الرساله ديالنا توصل للسي عبد اللطيف الحموشي اللي كنعرفوا بان رجل خدوم وكله اذان صاغيه لما يهم الامن بجميع ربوع المملكه. وتحياتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.